فيما يخص عرض درس الرئيس مشكور حول مشروع تنمية ويزلان 2016-2021. كان غير واحد ملاحظات بسيطة جدا بالنسبة لإشكالات العقارية التي تعاني منها المدينة أو بعض البنايات، خصوصا إقامة اللي شفنا مؤخرا وتابعنا في الصحافة الوضع الكارثي التي آلت له. ولولا تدخل تاع الإخوان مشكورين لا السي أحمد ولا السي يوسف ولا حتى السيد الرئيس، إن كنا متبعين ذاك الشيء عبر الوسائل الإلكترونية لكانت الكارثة. أتحدث هنا عن هل هناك متابعة أو تتبع سويدي تتبع الوضع ديال إقامة الريحان في العمارات. كذلك لم تتم الإشارة في البرنامج إلى إقامة الضحى والإشكالات الكبيرة التي تعاني منها ساكنة تلك المنطقة، لا على مستوى النقل العمومي، لا على مستوى التطبيب، لا على مستوى لا على مستوى التعليم. هذا جانب. جانب آخر، في العرض ديال السيد الرئيس لم تتم الإشارة إلى الجانب التربوي الصحي للساكنة. كما يعلم الجميع، هي مدينة ويزلان هي مدينة فتية بالفعل، ولكن بسكنة قوية، مدينة فتية من حيث التدبير الإداري والشأن المحلي، ولكن على مستوى التعداد السكاني فهي مدينة قوية وقوية ببنيتها الديموغرافية. فبالتالي كما جاء في الأخ قبل مني هدر على المدارس ونشت برنامج فيها غير إحصائيات، فعلا ما كاينش هناك رؤية استراتيجية كما دارت الدولة، ربما رؤية استراتيجية لهذه المؤسسات التربوية التعليمية بغض النظر عن التتبع يعني الإداري ديال النيابات وديال سميتو. المستوى الصحة كذلك كاين هشاشة على مستوى المرافق الصحية في المدينة. كذلك ونحن نتحدث عن التنمية، الجوهر ديال التنمية كما جات في المداخلة ديال السيد الممثل التنمية البشرية للانضياج هو الشباب. يعني الجوهر ديال أي تنمية، الجوهر ديال أي ديمقراطية، الجوهر ديال أي عملية كما بغات تكون هو الإنسان، كما جاء في إشارات عديدة في خطابات ديال صاحب الجلالة ناصر الله. فبالتالي أين هو الشباب وأين هو تدعيم مقاولات الشباب في هذا البرنامج اللي جات به الجماعة؟ واش كاين شي رؤية استراتيجية في هذا الباب ولا لا؟ كذلك من حيث تبسط المساطر بطبيعة الحال، تمت الإشارة إلى الشباك الوحيد، نتمنى أن يرى النور في القريب العاجل وغادي نشوفوا شنو غادي يقدم من خدمات للشباب. كذلك عندي غير واحد النداء من واحد الساكنة السيد الرئيس، بما أنه هذه الأمانة ديال حي ياسمينة، تمت إعادة الوضع الحار وإلى حدود الساعة لم يتم تزفيت هذاك الطرقات. وغير بالأمس مجموعة الشباب كنت كنناقش معاهم تما في الحي وطلبوا مني بالعديد الأمانة التاريخية للسيد الرئيس باش يحاول يعطينا إجابة باش نرجعوا، وهناك ملاحظات أخرى ولكن لا أطيل. شكرا.